صباح الخير يا صفعيم. صباح الفل يا تتح. صباحك جدي باذن الله. الله يخليك. ودي كرتونتك يا تتح، كل جرنان في العنوان. تمام تمام. تروح توزعهم في منطقه ايه؟ المهندسين. المهندسين ايوه. عارفها ولا لا؟ عارفها. انت هتعرفني على زبوني مهندسين؟ مهندس عارفها. تمام يا تتح، وانا واثق فيك. فكر على الثقه العظيمه دي. ده المفتاح. مفتاح ايه؟ المهندسين. ده مفتاح المكنه يا حمار، تستاهلها والله يا تتح. ربنا يسترها معاك. طب فين بقى كتاب الطبيخ اللي قلت لك عليه؟ حاضر يا تتح. اظرفني بقى. ادي كتاب الطبيخ اهو. حاسب لي الدلع منك. يلا تتح. يا رب غلاسة امك. نواب طيب قوي على نياتي، بيع جرايد وكل يوم باتي، في ناس بتاكل الكوكو وناس يا عيني بتكاكي. ليه وانا داخل عليك بوث رجلي يا بني ادم؟ 900 تليفون جايين لي من الصبح، كل الزبائن بتشتكي. منطقه المهندسين كلها ما راحتلهاش كهرباء. مهندسين؟ امسك. ايه دي؟ كرتونه الجرايد تسرح بيها على كعوب ام رجليك. حاضر. انت مش وش نعمه. وانت يعني اللي مكتوب على وثك التبعي؟ ام وثك شبه مطار القاهره صاله واحد. لا عمنا انا اللي علقته. حاضر يا باشا. اطمن منه يا اخينا، الدور عندنا. ازاي يعني يا ريس؟ يا ام احمد بتحمل ولا ايه؟ طب خلاص طلاق بقى علي، ما هو راكب مع حد غيري. يا جدعان بقى خلصوا بقى، تاخروا اتعصب عليكم وعصبيتي مش كويسه. انت تخرس خالص وما تفتحش بقك. فتحت بقي ليه ولا حاسس مصر زيته؟ اخرس ما تهرباش يا تحصل انا رسولك تحت العجل على الطلاق. طب استنى يا ريس، ورات يا ريس ازاي يا ريس؟ اهرته. انت بتفتح ايدك على ريس ولا ريس؟ مسكر. انا هو كل يوم يا استاذ مسكر. اعمل لك ايه؟ انت اللي ظابط نفسك على الجردل. وبعدين ايه الريحه الوسخه دي؟ دي ميه طبيخ. طبيخ؟ انت ايه طبخه رجلين جوزك النهارده؟
ازاي يا معلم تسيب صبايك ياخد العيش بتاعك؟ ينفع كده؟ اه ينفع. الغنم جعان. تاكل الغنم العيش بتاعي يا تخلي عندك شويه رحمه دي ارواح. لا وارواح تبعي يعني اهم ارواح في المنطقه. طب لو سمحت يا معلم خليه يجيب عيش بدل الراح. مش هيحصل. يعني ايه يا عم يا فتوانة؟ اخلص يا جليل الرجالي. انت بتضربني؟ اهري انا ضربت يا خالد. مين اللي ضربك يا؟ انا ضربت خلاص. انت ضربت في الحاره والخزان يا خالد. ما حدش ياخد لنا حقنا في الحته دي. مين دلوقتي يا فتوانة المنطقه دي ضرب هاري ابن اختي؟ هو المعلم حصل. وفيها ايه؟ وفيها ايه؟ الله وفيها ايه لما يمد ايده عليك؟ فيها ايه اخوك الكبير وضربك؟ وبعدين احنا متعودين ان اخواتنا الكبار بيضربونا. والكبار هيفضلوا طول عمرهم كبار واحنا بنتضرب. يبقى نتضرب من غير غاغه بقى. ها؟ نتضرب بقى من سكات بقى ومن غير غاغه. هو يفتري عليا يا خالي. اخرس يا جاز لما هو بتطلع فوق تحت. بقولها لك من غير خيسة. اسفين قوي يا معلم حصوه واعلى ما بخيلك اركبه. انت وسخه ومدير غير بالدراع وراجل جلابيه قاعد على الكرسي وعامل لي فيها معلم. يا حبيبي وحشتيني. ايه يا فولا ما خلاص بقى. ولا وانا طالع ولا نازل وقفان. انت زي اللقمه في الحوض. تعالى جوه يا بنت اهدي بقى اهدي زويه بقى اهدي. اي جوه ليه؟ هنا المطر هتنطر. تعالى اقول لك. تعالى جوه يا بنت. خش بس هقول لك. دي مجنونه. اه ده مش حب ده. هقول لك. اوعي. تعالى اهدي بقى اهدي اهدي. الله الله الله. ايه ده ايه ده؟ ايه الصوره دي؟ ده ابويا وامي. والله وده وانت صغيره ولا ايه؟ يا بنتي بقك مستفز. انت كلك مستفز. انا بقى هوريك اللي عمرك ما شفته. يا بلدي يا يا واد انت مفيش مثال. ايه دي دراسه طلوع الروح دي ولا ايه؟ يا بنت ابوك هيوديني ازاي؟ انا لسه متخانق معاه تحت. ابويا ظالم لي يا تتا وحرمني من حلم حياتي اني اكون رقاصه. هو انت اللي هتنجزني يا تتح؟ ليه وانت هتنتحري؟ لا امال ايه؟ هتتجوزني وتشغلني رقاصه. رقاصه؟ اه هنكسب دهب يا تتح. ايه اللي هنكسب دهب؟ وهي دي فيها كلام ساعتك. طبعا هنكسب دهب. ده احنا مش بعيد نكسب الجمعيه التاسيسيه ونقبلها الاول كمان. غوري يلا يلا غوري. بس حلو كده زر. انت بس لو تبطلي بس تتفرجي على افلام الفنانه ناديه الجندي حياتك هتبقى مستقره. وانا عايزه استقر معاكي. يا بنت بتعيط. غوري بقى يا بنت. غوري بقى يا بنت. انا بصلان يا بنت اللذينه. تعالى يا بنت. ايه بقى بس مش عايزه تخطي. طب وحياة أمي لو أوريك يا تتح. أوه. يا بنت حصل يا بنت؟ ضربني ياما ضربني بجد يا بنت. يبقى حبك يا منكوسة يعني اطمن ياما. اجري يا بنت شوفي لنا محطة رأس كده نهيص شوية. توحشني قوي يا مستر. والله عديتكم هنشبع منها. احنا مش بنشبع منك يا بروف. هنستنى الميعاد اللي جاي على نار يا مستر ان شاء الله. نار اسمه خلاص هنا بجد على راسي. ازيك يا تتح؟ كويس. انت عامل ايه؟ بوم. ما طبعا لازم تبقى بوم. وايه اللي مقطع هدومك بالشكل ده؟ يا بس كنت بتفرج على فيلم الكرنك. جبت لي كتاب الطبيخ اللي قلت لك عليه؟ مستنيه انت. صح؟ اهو كفيت الحس وفي الفنجان. غاوي حس وانت. ربنا يهدي العاصم يا رب. بتنجان اسود برضو؟ اه ياني. سلامتك يا قلبي. هادي هادي. ما خلاص بقى هادي.
هو انا مش خلاص جبت لك حقك قدام الناس بقى بالحاره تحت الحاره الوسخه دي؟ وبعدين انا كنت كمان عمال اضربك برضك، عمال اميز لك كده عشان يبقى كله في المنص ويبقى انت كده خلاص فاهم الحكايه. مش هو ده المفروض اللي افهم ايه بقى؟ انت بتضربني بجد؟ ايه هز؟ اما اكلمك بصلي هنا، بصلي هنا لما اكلمك. ايه كبرت خلاص؟ ظهورك بقى وسع كده؟ هنجركزك بقت عريضه خلاص بلغت؟ كان لازم اطاطي، كان لازم اطاطي هنا عشان خاطر الريح تعدي، وكل هذا من اجل خوف عليك. خوف ايه؟ خوف ايه يا خالد؟ انا اصحابي قطعوك يا حسوه ده ولا حاجه. يا انت ما بتحسش؟ عمال اظهر لك في جسمي وعمال اقول لك يا هادي وبتاع، وانت برضه كمان ما بتحسش خالص. يعني يا خالي الواحد يسكت عن حقه ويسيب الظالم يبرطع؟ ألذ حاجة، ألذ حاجة إن أنت تكون نايم وواكل على قفاك و24 قراط وزي الفل. عايز إيه تاني؟ نايم متظبط، نفسيا محطب وزي الفل. في إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ وبعدين هي كلها 60 70 سنة اللي هنعيدهم في الدنيا. هو هتكون حاطط فكر في دماغك إن أنت خلاص مخلد موجود كده على طول زي مصاصة دماء. يا هادي إحنا هنضيف على الدنيا خلاص. ويا بخت منظره خف. والله يا خالي مش عارف اقول لك ايه. ايوه كده ارجع لاصلك. تعالى خد موضه كده. تعالى فضل خالك يا وسخ. تعالى. تعالى خلاص كده ده احنا خلاص من الاخر خلاص. خلاص طيب انت هتتحرج بيا خلاص. خدك سجين برضك تعالى. ايوه حاضر، ايوه حاضر، ايوه حاضر جاي حاضر. يا رب عدي 60 70 سنه دول على خير. ايوه ايوه حاضر جاي اهو. حاضر حاضر خلاص خلاص. انا شايف الحته دي خلاص، انا شايف كده اهو خلاص خلاص. اتفضل يا ست السمانه. خش يا بنت يا فوق لو معاكي النقاش. ادخل يا استفرشة. حاضر يا معلم. الله، هما فتحوا شارع جديد من شقتي ولا ايه؟ بصي بقى ياما، انا عايزه الركنه دي وصدقي مزغزغ. حلوه. والصاله بقى ياما عايزاها بوبوق مزعرم. ايه بوبوق مزعرم دي؟ بوبوق مزعرم. بس ايه الريحه على الارض؟ انت ايه فطران بامبرز؟ فطران بامبرز على الصبح؟ والسقف بقى ياما ماله؟ عايزاك كرامتك مسلح. اصل معلم قرني اكبر تاجر جديان اللي هيتجوز دي ما عجبتوش غير الشقه دي. قرني قبل ما يجوزك؟ اه. طب انا هستفيد ايه لما تقعدوا معايا هنا في قلب السقه وتتجوزوا؟ هاخد رز اكس. اسمع بس بلاش لماطه، تعالى. ما هو ده كان كده كانت لغايه ما نجهز لها شقتها، وبعدين هسكت من عليك الست شهور المتاخرين. بجد؟ اه. لا وايه، وهسلمك الشقه مدهونه ومتروقه. لا وايه هتفتح، خد التقيله. ايه هتسخ فوسي؟ لا يا راجل. امال ايه؟ انت ليك عندي كيلو لحمه ضاني كل اسبوع عشان تبر بيهم نفسك. بجد بالمصر؟ اه والله. لحمه ضاني ضاني؟ اه. خد امدي بقى امدي. لا طب اديني فرصه افكر، انا موافق. هات. اه. لحمه ضاني 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 تفتح عشان الدنيا تفتح. يلا تفتح خلصني. ضاني صح؟ ضاني انا عارف طعم الضاني. كمان هنا تفتح. ايوه اهو خد الفضل. واحده ليا. اه واحده ليك بس بعد ما سجلهم في الشهر الوكاري. يا اخي امال ليه بيقولوا عليك ان انت راجل وسخ وسيء السمعه كده مين اللي بيقول كده؟ الحته كلها تتكلم عليك بتقول انت اوسخ راجل وازمه الواحد في المنطقه. انت عمال تلوك معاه في ايه؟ خلصت ولا لسه؟ اه لا ما خلاص، الراجل موافق وكله مضى وموافق على الرحيل. ارحل يا تتح. ايوه ارحل اذا كان علينا خلاص، ده ممكن ارحل بس يعني. طب الواد الواد الغلبان المسكين اللي نايم ده على الترابيزه. بقول لك ايه ياما؟ ايه؟ ما تسيبوا له الاوضه اللي على السطح. والنبي ياما. حنيتي يا موكوسه. حسوه. اه. اديله الاوضه اللي فوق السطوح. الاوضه اللي ايه؟ انت بتقولي ايه يا وليه؟ ولولو عليك ساعتين وسكتوا يا بعيد. حسوه. طيب. سخطيتها زيده. طب ممكن تديك بالجذبه. هز المفتاح. هز.
هذه مفتاح.